يا سي حفافي يا سي حفافي. السلام عليكم حبايب الجيمرز في كل مكان، واهلا بكم في فيديو جديد على لعبه لايف افتر. وفيديو مهم جدا 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 جدا، يعني يعتبر اهم فيديو عملته للناس المبتدئه هو ده، ممكن يعني مش عارف بصراحه، يعني انا شايف ان هو مهم بامانه. يعني ليه بقى هو مهم؟ لان في الفيديو ده انا هكلمك عن حاجه مهمه جدا في اللعبه قايم عليها كل حاجه تقريبا، وهي عمله اللعبه او العمله المتداوله في اللعبه. في كذا عمله في اللعبه، العمله اللي احنا هنتكلم عنها النهارده اللي هي العمله اللي هي الذهب، تمام؟ في عندك الدولار، وفي الفيدز اللي انت بتشحن بها بفلوس وكده، وفي الذهب بقى اللي هو الذهب انت بتشتري بيه الاسلحه والدروع وبتشتري بيه كل حاجه. ففي الفيديو ده حبيت ان اجمع لك كام نصيحه او كام طريقه ان انت تجمع بيهم الجولد. ناس كتير ممكن تكون عارفه النصايح او الطرق اللي انا هقولها، فلو انت عارف طبعا في غيرك ما يعرفش، وانا عامل الفيديو للي ما يعرفش، ولو قلت حاجه غلط او عندك طريقه او نصيحه تحب تقولها طبعا ضيفها في الكومنتات تنورني، ورايك على راسي من فوق. متنساش طبعا تعمل لايك وتدوس على زرار الاشتراك وتفعل زرار الجرس وتختار الكل عشان يوصلك اشعارات بالفيديوهات الجايه باذن الله. ويلا بينا. اول حاجه طبعا واسهل حاجه ان انت تجيب منها جولد، وهي مهمات الاسيستنس، واتكلمنا عنها قبل كده. ودي عباره عن مهمه زي ورقه كده بتبقى باينه على الخريطه، ورقه اول ما بتخلصها بيديلك جولد وبيديك نقط بتزود لك الليفل بتاعك. اتكلمنا عنها، انا فاكر اتكلمنا عنها في فيديو زياده الليفل، لو انت مشفتوش هيطلع لك من علامه الاي اللي فوق دي، او افتح القناه عندنا وقلب فيها هتلاقيه. المهم مهمات الاسيستنس دي عباره عن ايه يا سيدي؟ بتروح على الخريطه اللي انت عايز تعمل فيها المهمات دي، وبنصحك ما تروحش خرايط اعلى من الليفل بتاعك عشان مهمتها هتبقى عاليه عليك ومش هتعرف تكملها ابدا. هتروح للشخص اللي على الخريطه على شكل ورقه كده، تمام؟ بتاخد منه 3 مهمات، او بتكون مهمه واحده احيانا، بس ده في حاله ان انت لو بتعمل المهمه اللي هي المضاعفه او اليوميه اللي بيكون عليها زياده للحاجات اللي هتجيلك منها. زي ما انت شايف انا مش عارف اوصفها لك قوي، لكن في مهمه من مهمات الاسيستنس يوميا بتكون عماله تنور على الخريطه، عماله تقيد وتطفي تقيد وتطفي تقيد وتطفي. دي بالذات لو انت مثلا هتاخد 800 جولد بيخليها لك مثلا 3 اضعاف ولا حاجه، تمام؟ فدي اعملها اول حاجه، وبعد كده اعمل يا ورقتين كمان او ورقه كمان على حسب ما الليمت بتاعك موجود. وده عشان المهمات دي بتكون بسيطه جدا وبتدي لك جولد زي ما انت شايف كده كتير. وزي ما قلت لك المهمه اللي هي اللي بتقيد وتدفع الخريطه دي اهم حاجه، اهم واحده فيهم، لانها بتكون مضاعفه، ممكن تكون مثلا الضعف او 3 اضعاف، ممكن توصل لاربع اضعاف، غالبا مش هتوصل لاربع اضعاف لان ما شفتهاش قبل كده، بس ممكن توصل لكده. بتديك بدل 500 ممكن تاخد 1000 1500 وحظك وزي ما يجيلك. فحبيت احط دي في الاول لان هي بتتفتح لك اصلا بعد ما تخلص شابتر واحد او اتنين مثلا ولا حاجه، تبدا تتحرك في الخرائط وتقدر تعملها بكل سهوله ومفيش اي مشاكل فيها خالص. ولو حابب تعرف عنها اكتر طبعا هتلاقيها زي ما قلت لك في فيديو زياده المستوى، خد لك لفه كده وشوف واعرف اكتر عن الموضوع ده. ده غير اصلا ان انت لما بتعمل مهمات الاسيستنس او المهمه اللي هي المضاعفه دي او اي اسيستنس يوميا او مهمات الديل اللي اتكلمنا عنها برضو في الفيديو بتاع زياده الليفل، في تاني صندوق تقريبا زي ما انت شايف كده، اول ما بتعمل مهمات وكده يوميا بيجي لك الصناديق دي في الديلي، تمام؟ هتفتح الصناديق دي هتلاقي تاني صندوق فيه جولد. عندنا طبعا زي ما انت شايف بيديني 900 جولد، وده لمجرد ان انا عملت مهمه الاسيستنس اللي هي المضاعفه دي، اتفتح لي الصندوق ده، وده مهم، وده من الطرق اللي تجيب لك برده جولد في الطرق بتاع النهارده. وده كل ما هتعمل مهمات اكتر كل ما هيتفتح لك صناديق، بس احنا اللي يهمنا بس اللي هو تاني صندوق، والباقي مجرد ان هو بيعلي لك الليفل ويديك موارد وحاجات تانية كويسه. اللي احنا عايزين تاني صندوق بس اللي فيه الجولد، وده عشان الفيديو بتاع النهارده اصلا بيتكلم عن الجولد بس، لكن انت في الطبيعي كمل الصناديق للاخر عادي خالص وافتحها هتظبطك. يعني النصيحه او الطريقه اللي بعد كده، وهي وحوش الخرايط المؤقتين او الوحوش اللي بتظهر في الخرايط على مدار اليوم في اوقات مش معلومه ومش مترتبه. هو انت بتلاقي مره واحده ظهر لك علامه الوحش دي هنا فوق كده او على الخرايط زي ما انت شايف كده، بتلاقيها ظهرت لك، فانت بتشوف الخريطه اللي فيها الموضوع ده وبتروح لها، بس بتبقى زحمه زي ما انت شايف. فانت حاول تكون يعني اهم حاجه تعمل ضرر جامد في الوحش اللي هيظهر،
فقلل الجرافيك وقلل عدد الاعداء وعدد الاصدقاء اللي هيظهروا عشان تعرف انت تلحق تعمل دامج، حتى عشان يدوك صندوق. هناخد الصناديق وهنشوف ايه اللي هيطلعنا في الاخر. طبعا عشان انا خدت صناديق النهارده ما ادانيش صندوق. اوكي، لكن عموما يعني انا لسه قاتل وحش من شويه، فلو جينا نفتح الرسائل اهو. لا مش ده. نشوف اهو، لو دوسنا على الصندوق تلاقي كاتب لك 1500 جولد بار اند راندوم وركابل. ممكن الراندوم وركابل ده زي الفيلم فابريك بقى، البوليمر، الحاجات دي كلها. فدي ميزه ان انت تروح تشارك في قتل وحش، ان انت يعني بنسبه كبيره هتاخد صندوق زي ده فيه 1500 جولد من حيث لا تدري، مجرد ان انت شاركت في ضرب الوحش ده. بس اهم حاجه يعني تحاول انت تعمل ضرر عالي، طلع اعلى سلاح عندك واضرب بيه وما تعمرش، يعني انت لو السلاح ده بيتاخر في الريلود لان الدنيا تبقى زحمه طبعا وناس كتير وبتاع واللعبة هتعلق عندك، طلع السلاح تاني معاك واضرب بيه، كمل ضرب بيه لان مش هتلحق طبعا تعمل حاجة. الحاجة اللي بعد كده مهمة جدا ويومية، يعني انت هتاخد جولد يومي منها كويس جدا جدا جدا. يوميا لازم تعمل المهمة دي، بس شرط ان انت تكون في كامب. لو حد مش عارف كامب يعني ايه، يعني كلان او مجموعة في اللعبة دي اسمها كامب، تمام. المهم دي مهمات يومية بتعملوها، غرضها ان انتوا تأمنوا الكامب. المهمات دي هتتغير مع التحديث الجاي بالظبط، لكن انا مش هلحقه للاسف، مش هكون موجود، فانا حبيت اذكرها لكم في الفيديو ده. عموما هي ثابته، حاجه اسمها الباترول، مهمات الباترول، تمام، بتعملوها يوميا انت وزمايلك في الكامب، بتعملوا تيم وبتختاروا اعلى حاجه طبعا في الجولد عشان تاخد جولد اكتر، وبتبدا تعمل انت وزمايلك في الكامب مهمات معينه. يقول لك مثلا في المنطقه الفلانيه في ذئاب او دببه كتير، روح اقتلهم. في الحته الفلانيه في الكامب موجود فيه عملاق، روح اقتله. في الحته الفلانيه في الكامب ممكن تلاقي كمبيوتر، روح ابحث عن الكمبيوتر ده، وهكذا. وفي الاخر زي ما انت شايف بترجع للشخص اللي جنب اللوحه وبتكلمه، بتعمل كليم ذا ريورد وبتدوس عليها، هيدي لك الجولد ويديك النقط ويديك نقط الكامب كمان، تقدر تبدلها بموارد كتير. ودي بسيطة جدا 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 ولازم تعملها كل يوم، بس وقتها للأسف ممكن يكون متأخر شوية. يعني احنا عندنا بنعملها الساعة 1 بالليل أو 1:30، ممكن يكون متأخر عند بعض الناس، لكن كان لازم أذكرها طبعا لأنها سهلة جدا جدا جدا. الحاجة اللي بعد كده يا معلم، وحاجة يومية برضو، ان انت تجيب منها جولد يوميا باستمرار كل يوم، تقدر تعملها بسيطة جدا لو انت معاك سلاح وتقدر تجيب تيم كويس يخش معاك. ليفلات او مستويات من اول 1 ستار لحد 5 ستار، ومش بتكون مفتوحة اول ما تخش اللعبة، لازم ترفع الليفل بتاعك شوية عشان تظهر لك المهمة دي. المهمة دي احنا عملناها في الخريطة في القناة قبل كده عفوا، تقدر تشوفها قبل ما تبدأ تعملها عشان تبقى عارف طبيعة المهمة او المهمة بتمشي ازاي. لكن بكل اختصار يعني هي مش مهمة صعبة، لو معاك تيم كويس 2 او 3، ممكن واحد بس يخش معاك يخلص لك، لان الناس بتعملها سولو سولو يعني لوحدك، ما فيش حد بيخش معاك. لكن المهمة دي بتديك زي ما قلت لك جولد كويس جدا جدا، لو دخلت 2 ستار تقريبا بتديك 900 جولد ولا حاجة. لسه عاملها مع واحد وادت لي 900 جولد، كنت بساعده، كويسة جدا. حتى لو طلبت من حد مساعدة فيها، كل الناس عارفاها وكل الناس بتعملها كل يوم، فمش تبقى صعبة بالنسبة لك. وحتى لو صعبة زي ما قلت لك، امشي مع تيم خليه هو يظبط لك الدنيا، وانت بس امشي معاه عشان ما تخش منهم في الخريطه، وهيخلصوها لك بكل سهوله جدا جدا جدا. فما تضيعش ده يوميا، اعمل المهمه دي هتديك جولد كويس جدا جدا. حاجه كمان وحاجه مهمه جدا، ان هي تجيب لك جولد وسهله، مش صعبه، وكلمت عنها قبل كده في فيديو منفصل هيطلع لك من علامه الاي اللي فوق دي، وهسيبه لك برده في الديسكريبشن، وهو ازاي تبيع موارد من اللي معاك مقابل جولد. مبدئيا اي موارد، لو جيت مثلا المورد ده وجعل يعني عامل لك علامه السهمين دول، معنى كده ان الحاجه دي مش هتتباع. الاسلحه لو اتفتحت مش بتتباع، السلاح اول ما بتصنعه المفروض يكون جاي لك هنا في النص كده قفل، ان ده مقفول، السلاح ده مقفول لسه بعلبته، وتقدر ان انت تبيعه، تمام. اول ما بتفتحه بيعمل لك عليه علامه دي، معنى العلامه دي اهو كان نوت تريد. المهم هتاخد الحاجه اللي انت عايز تبيعها ايا كانت الموارد اللي معاك، وهتروح عند الطيارة وتفتح الطيارة كده، وبعدين تروح عند التريد زون، وتروح اي كامب من التلاتة اللي بيبقوا موجودين هنا كده، وتعمل بروسيس. اوكي، وصلنا للتريد زون،
ودول بيبقوا 3 كامبات بيتغيروا كل شوية. المهم هتيجي هنا كده، طبعا واحد يقول لي ممكن، طب انا ممكن اخش السوق اصلا من البيت او من الكامب؟ اقول لك لا، احنا اتكلمنا في الموضوع ده زي ما قلت لكم قبل كده وقلنا بلاش بلاش بلاش. المهم هشيل مثلا حاجة من الحاجات اللي هنعرضها عشان نعرضها مع بعض تاني. هتشوف موارد عندك، ايا كانت الموارد اللي انت عايز تعرضها للبيع هتيجي هنا كده، وهتجيلك السعر. طبعا هتحدد السعر اللي انت عايزه، كل ما هتقلل هيجيب لك سعر الحاجات المعروضة، فانت حاول تخلي سعرك زيهم، مثلا 3000 زي اللي معروضين، عشان ده تمثال اصلا موجود كتير ومحدش بيشتريه سعره عامل كده. تمام، في حاجات بتبقى موجودة وسعرها متوسط مثلا او سعرها عالي، حاول انت ما تنزلش السعر قوي. وفي نفس يعني مثلا بص اهو، ار دي بي 0، ار ار بي 0 قصدي، معنى كده ان ده السعر اللي المفروض انت تعرض بيه الحاجه. هتبص تلاقي في ناس عارضه باقل، تمام، هتنقص ده اقل حاجه يعني زيهم. لو الحاجه اللي موجوده دي مفيش منها اصلا، يعني مش جالك هنا كده، حط السعر الطبيعي اللي هو كده جايب لك هنا 0%، ممكن تزود بقى براحتك اللي انت عايزه، او بيكتب لك هنا مثلا لو مفيش منها بيكتب لك هنا فوق جنب الكلمه دي ذا لاست برايس، يعني اخر سعر اتباعت بيه البضاعه دي بقد كده، هتقوم معلي براحتك بقى، لان انت مفيش غيرك انت اللي هتبيع الحاجه دي، فتتحكم في السعر براحتك ومفيش اي حد بيضغط عليك في السعر. لكن لو هي كتير فانت يعني زي دي مثلا شايف، بص كله بيعرض ب 2000 ب 25000، فانا مضطر اعرض زيهم ب 25000. بتاع الارنب ده مثلا اهو، ده كنت انا عارضه لان ما كانش حد عارضه، بص زي ما انت شايف السوق كله بقى كده، فانا مضطر ان انا انزل زيهم، او لو انا مثلا مش عايز اخسر كتير اخليها وسط، او انا هنزل مثلا ده وهعرض الباقي بالغالي. انا اتكلمت في الموضوع ده في فيديو منفصل والله، فانا الموضوع ده مربح مربح، بس مش بسرعه، يعني بتاخد وقت شويه عما تفهم السوق او تظبط امورك في حاجه معينه بتتباع، او معاك حاجه مش موجوده كتير فهتبيعها وهتجيب لك جولد كويس جدا، وده مهم تعرفه عشان ده اساس من اساسيات اللعبه لازم تفهمه كويس. فزي ما قلت لك لازم تشوف الفيديو اللي اتكلمت فيه عن البيع والشراء في اللعبة، وهتاخد فكرة كويسة عنه، يعني هيفهمك كل حاجة ان شاء الله بإذن الله، يعني لان انا تعبت فيه وذكرت كل حاجة تقريبا في الفيديو بتاع البيع والشراء ده. في حاجة كمان انا نسيت اقولها وانا بسجل الفيديو، وهو الطوابق، حدث الطوابق احنا عملنا عنه فيديو برضو هتلاقيه عندي في القناة منزله قريب. الطوابق كل طابق بيديك 300 جولد او 200 جولد، او لو وحش بيديك 1200 جولد، فلو انت مقتدر او تقدر ان انت تخش حدث الطوابق على قد ما تقدر، حاول تخش يوميا لحد ما تجمع يعني كمية جولد كويسة. ما انصحكش تخش حدث الطوابق لو انت ليفلك قليل، هتتفعص جوه، الزومبي جوه ما بيهزرش والطوابق مش مفهومة، فلازم أن تكون فاهم كويس انت بتعمل ايه. لكن انا حبيت اذكر لك الجزئية دي عشان ما اكونش نسيت حاجة في الفيديو واكون ذكرت كل حاجة قدامك. اخر طريقة معانا، وهي يعني انا اتعمدت ان انا اسيبها لاخر حاجة عشان هي صعبة شوية او تقيلة على اي حد مبتدئ ولسه ما معهوش سلاح ولا درع ولا حاجة كويسة ان هو يدافع بيها او يتحمى فيها وكده، فانا سبتها الاخر زيها زي في حاجات تانية انا ما قلتهاش، بس محتاجة ليفلات عالية. فانت لو وصلت الليفلات العالية دي اكيد هتكون عرفت الحاجات دي، زي عندك مهمات الاريا اوبريشن الاسبوعية اللي احنا بنعمل فيها حاليا في القناة عندنا، بتديك جولد برضو. المهم ده انت كده كده لو وصلت الليفل العالي هتبقى عرفت الحاجات دي، لكن انا حبيت اذكر الحاجات بس اللي هي للمبتدئين او للناس اللي لسه كده في اللعبة، فعايز حاجات بسيطة او حاجات مش محتاجة تسليح عالي ان هي تجيب منها جولد وتجيب منها يدوب حاجات يعني ايه تزبط امورها بيها. اخر حاجة معانا انا هقولها تنفع للمبتدئين وتنفع للناس العالية برضو، بس المبتدئين محتاجين شوية تسليح، اسلحة كويسة ودروع كويسة ليها، هما مش كتير بصراحة بس انا لازم اذكرهم، لان انا عموما انا اصلا يعني انا فكيت زنقة الجولد عندي بالحوار ده، ان انا لفيت على الخرائط كلها وشفت اي خريطة فيها حاجة اسمها سترونج انفكتد، تاني هتفتح الخريطة عادي خالص كل خريطة فيها حاجات يعني اللاند مارك دي هتصورها، الشيست دي صناديق هتجمعها، والسترونج انفكتد ده وحوش ثابتة في الخريطة، دي وحوش عملاقة شوية بتكون ثابتة في الخريطة مش مؤقتة، احنا دي تاني مرة نذكر فيها الوحوش بتاع الخرايط، في وحوش مؤقتة وفي وحوش ثابتة بترسبن كل شوية في الخرايط على مدار اليوم. تمام، المهم احنا عندنا في 2 سبيشال انفكتد، هنروح لأقرب واحد فيهم عشان اوريكم بس اللي هناك ايه.
هنروح لده مثلا عشان ده اقرب حاجة. اوكي احنا وصلنا للمكان اللي فيه الوحش بس من بره، فهنحاول ان احنا نقرب ونخش المكان. دي في خريطة لكن الوحش موجود في اغلب الخرائط، او في كل، يعني بلاش نقول كل، في اغلب الخرائط بيكون الوحش ده موجود. فانا بحاول ان انا اوريكم واحدة بس حتى على الاقل. عايزين نخش هنا، في وحش هنا. اهو زي ما انتم شايفين هو قوي مش قليل قوي زي ما انتم شايفين. وغير كده بيكون في هنا صندوق، مش ده، في صندوق تاني هنا ضخم انتوا بتاخدوه، يعني الوحش ده بيحرس الصندوق. اوعى كده انت يا عم، زي ما انتم شايفين عشان انا التسليح بتاعي كويس انا اقدر اموته. اما بتموت المفروض بيديك موارد، تمام، وبتفتح الخريطة بعد ما بتموت. لو هو عامل لك اتنين زي هنا كده، عامل لي وحشين، في وحشين تمام، لازم انت تموت الاتنين. وفوق هنا كده هتلاقي في صندوق تفتحه، هتلاقي عم مديلك مجموعة ذهب كويسة جدا، يعني بيديك ذهب كتير قوي مش قليل، يعني ما يقلش عن 500 عملة، عملة ذهبية طبعا. بيوصل لأعلى وحش قابلته تقريبا كان 6000، مديني 6000 عملة. فدي حاجة أنا بلجأ لها كتير جدا بصراحة. يعني أنا كنت بقولك مزنوق في جولد وكده، لفيت على الخرايط كلها قتلت الوحوش اللي فيها، حتى الخرايط العالية، يعني في خرايط يعني حتى أنا ما فتحتهاش لسه، يعني في خرايط الليفل بتاعها أعلى من الليفل بتاعي بكتير ولسه ما فتحتهاش. حاولت إن أنا أقتل الوحش اللي فيها، بس أنا التسليح اللي معايا ساعدني، ولو يعني أنا اتأخرت في إن أنا أموته، لكن التسليح اللي معايا ساعدني شوية. من الاخر انا عرفت اموته في النهايه، تمام. فما تعملش الحوار ده الا لو انت خلاص ظبطت امورك ومعاك تسليح ومعاك شوت جان، معاك رشاش، معاك درع كويس، معاك شيلد، بحيث ان انت لو وحش اكبر منك او اقوى منك تعرف تتعامل. وبرضه ما انصحش ان انت تروح لحاجه اقوى منك، اي خريطه يجيلك فيها مهمات وتلاقيها اكبر منك، يعني الليفل بتاعها اعلى من الليفل بتاعك، ما انصحكش خالص ان انت تروحها. يعني الخريطه اللي تلاقي الليفل بتاعها عالي اعرف ان انت تروح هناك هتتهان. نصيحة، ما تروحش، ظبط ليفلك وخليك في الخرايط اللي الليفل بتاعها على قد مستواك، بحيث ان انت تعرف تتعامل والزومبيز يكونوا نفس المستوى بتاعك، تعرف تتعامل معاهم على الاقل ما يموتكش هناك. فطبعا انا ما قلتش كل الطرق وكل النصايح، انا زي ما قلت لك في طرق كتير جدا، منهم طريقه معروفه يعني الناس اللي خلاص مستواها عالي تبقى عارفاها، اللي هي الاري اوبريشن الاسبوعيه. واحنا اتكلمنا اكيد في الفيديوهات اللي فاتت عن الاري اوبريشن الاسبوعيه، زي ما انت شايف فيها كل واحده من الاري اوبريشن الاسبوعيه فيها جولد اهو، بتديك اقل واجب 1500 جولد. فدي طرق شائعه او معروفه، خلينا نقول معروفه عشان الناس تبقى فاهمه برضه، تمام. انا قلتها لك وانت حر ان انت تفكر وتجيب طرق افضل، طرق احسن ممكن تعملها انت بطريقة تانية. ده كله انا ذكرته بس لمجرد النصايح، او ان انا اعرف الناس ان في كذا وفي كذا وفي كذا. اتمنى ان الناس تكون فهمت واستفادت على قدر المستطاع، واتمنى ان انا اكون ما نسيتش حاجة بسيطة. حتى لو نسيت حاجة رجاء يعني الناس تحطها في الكومنتات وتعرف الناس، عشان لو مبتدئين وكده يعرفوا يتعاملوا مع اللعبة بشكل اسهل. وبس كده، الحمد لله انا خلصت كل اللي عندي في الفيديو ده، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله في رعاية الله.